أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن الأشواط المفتوحة على بركة الله. مشاهدين الأعزاء، تبدأ انطلاقة شوطنا السادس وهو شوط خاص للقعدان. نسير مباشرة مع أول المراكز، نتابع أول التحديات ومن يحتل المركز الأول ويتقدم على هذه الأسماء. نتابع المنطلق مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات. شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على أول المراكز، بينما المركز الثاني نتابع المنطلق والمتواجد ركن لسعادة الشيخ جوعان بن علي بن جاسم بن فهد الثاني والمضمر حمد بن علي القريس المري، بينما المركز الثالث وثالث الأسماء نجد في هذه اللحظة التقدم والانطلاق مشاهدي الأعزاء من قبل المركز الثالث. نتابع المنطلق مشاهدي الأعزاء من الجانب الآخر اللي غير مباشرة إلى أول المراكز، مشرف لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي العبد الله الثاني والمضمر حمد بن محمد السندوانة، بينما رابع المراكز ورابع الأسماء من ينطلق مشاهدي الأعزاء ويتواجد في رابع المراكز ورابع الأسماء. نتابع رياض لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني والمضمر حميد بن محمود بن عبد الحميد بالمتابعة والتضمير، بينما خامس المراكز ينطلق في مشاهدينا الأعزاء ويتواجد في هذه اللحظات هملول لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد بن جاسم الثاني والمضمر طالب بن فرج بن هادي بن هليل المرية. هذه هي النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى مع النداء الأول، ونعود بحضراتكم إلى أول المراكز. يا سلام، مشرف لسعادة الشيخ علي بن عبد الله علي بن حمد بن علي بن آل عبد الله الثاني والمضمر حمد بن محمد السندوانة بالمتابعة والتضمير، يقدم مشاهدي الأعزاء مشرف من ينطلق في أول المراكز ويتواجد في هذا الموقع، بينما ثاني المراكز يصل ركن لسعادة الشيخ جوعان بن علي بن جاسم بن فهد الثاني والمضمر حمد بن علي القريس المري بالمتابعة، بينما المركز الثالث يصل في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء الهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر عبد الله بن نايف الهاجري بالمتابعة والتضمير، يقدم لنا سلهود في ثلاث المراكز، بينما المركز الرابع ورابع التحديات رياض لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني والمضمر حميد بن محمود بن مرشود بالمتابعة والانطلاق في رابع المراكز، بينما خامس المراكز وخامس الأسماء هملول لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد بن جاسم الثاني والمضمر طالب بن فرج بن هادي بن هليل. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى مع نيدان الثاني، وهناك أسماء لأن يحن موعد تواجده في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، مشرف ينطلق انطلاقة مشرفة وأداء مشرف بهذا الشعار المشرف، شعار سعادة الشيخ علي بن حمد بن عبد الله العبد الله الثاني والمضمر حمد بن محمد السندوانة بالمتابعة والتضمير، ولكن المركز الثاني يصل في هذه اللحظة، يصل في مشاهدي الأعزاء ويتقدم. هذا هو مشاهدي الأعزاء ركن لسعادة الشيخ جوعان بن علي بن جاسم بن فهد الثاني والمضمر حمد بن علي القريصي بالمتابعة والانطلاق مع ثاني المراكز، يقدم لنا ركن، بينما ثالث المراكز شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر عبد الله بن نايف الهاجري يقدم سلهود مع ثالث المراكز، بينما المركز الرابع ورابع التحديات هذا هو مشاهدي الأعزاء رياض لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني والمضمر حميد بن محمود بن عبد الحميد بن مرشود، بينما خامس المراكز المركز الخامس يتدخل في هذه اللحظات شعار هجنة الشحانية بتواجد المضمر والمتابع محمد بن خالد بن عبد الله العطية قادم لأول نداء مع إعناد مشاهدي الأعزاء يصل في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، ونعود مباشرة
إلى أول التحديات مع الكادر الأول. الكادر الأول عبر قناة ريان. نتابع مشرف. مشرف لا زال ينطلق في أول المراكز لسعادة الشيخ علي بن حمد بن عبد الله. آل عبد الله الثاني والمضمر حمد بن محمد السندوانة بالمتابعة والتضمير ينفرد عن بقية المراكز. يعلن هذا الأداء المميز وهذا الانطلاق الرائع. بينما المركز الثاني يأتي ركن لسعادة الشيخ جوعان بن علي بن جاسم بن فهد آل ثاني والمضمر حمد بن علي القريصي بالمتابعة والتضمير يقدم ركن. والقادم مع ثلاث المراكز وصل سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر عبد الله بن نايف الهاجري يتواجد مع سلهود. بينما المركز الرابع رابع التحديات ورابع الأسماء نتابع رياض. رياض مشاهدي الأعزاء يصل في هذه اللحظة لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني والمضمر حميد بن محمود بن مرشود. وهنا شعار هجنة الشحانية ينطلق في خامس المراكز بتواجد عناد والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء. لا زال حتى هذه اللحظات مشرف لا زال يقدم هذا الأداء المشرف. لا زال ينطلق في أول المراكز يعلن هذا الانفراد عن بقية المراكز. هذا هو مشرف في الكادر الأول. يا سلام يا سلام يا مشرف. أداء مميز وعرض ممتاز ينطلق فيه مشرف لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي آل عبد الله الثاني والمضمر حمد بن محمد السندوانة المري. لا زال قائدا لهذه المسيرة ولكن وصل في هذه اللحظة ركن مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ جوعان بن علي بن جاسم بن فهد آل ثاني وحمد بن علي القريصي بالمتابعة والتضمير. بينما المركز الثالث يا سلام وصل سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر عبد الله بن نايف الهاجري. ولكن هنا مشاهدي الاعزاء القادم في هذه اللحظه وصل مشاهدي الاعزاء مع رابع المراكز اعناد لهجنه الشحانيه والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. بينما رابع المراكز هذا هو مشاهدي الاعزاء هذا هو المنطلق في هذه اللحظات. يا سلام وصل رياض لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني حميد بن محمود بن عبد الحميد بن مرشود. ولكن ينخطف مشاهد الأعزاء في هذه اللحظة من الخامس المراكز وصل الذيب مشاهد الأعزاء لهجنة الشحانية بمتابعة قائد الجزر سلطان محمد بن سالم الوهيبي. أول إذاعة للذيب القادم والمنطلق في هذه اللحظات ويغير من مركز إلى مركز وفي طريقة لانتزاع المركز الأول. نعود إلى الصدارة نعود مشاهدي الأعزاء إلى المركز الأول. مشرف لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي آل ثاني والمضمر حمد بن محمد السندوانة. لا زال مسيطر على مقدمة الشوط يحمل هذا الشعار المميز شعار هنا مشرف ينطلق في أول المراكز. ولكن المركز الثاني يصل في هذه اللحظات يصل فيه مشاهدي الأعزاء ويتقدم ركن بشعار سعادة الشيخ جوعان بن علي بن جاسم بن فهد الثاني والمضمر حمد بن علي القريص الشاعر. يتواجد مشاهدينا الاعزاء يقدم ركن في ثاني المراكز. يلا يا الشاعر روح مشاهدي الاعزاء مع الركن مع ثاني المراكز القادم ورافع رايه الخطوره والتهديد. ولكن العملاق الوهيبي سلطان محمد بن سالم الوهيبي مع الذيبه مع ثاني المراكز بشعار هجنه الشحانيه الشعار الادعم القادم في هذه اللحظات مع ثلاث المراكز. ولكن نجد يا سلام ينضم نجد وشعار هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع ملبي بدأ يلبي النداء وينطلق مشاهدي الأعزاء في رابع المراكز بمتابعة راشد ببخيت بن علي بن مقارح المري. ينطلق في رابع المراكز وهنا القادم نجد لسعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن محمد بن جاسم آل ثاني والمضمر نائب الصالح الغفران المري. ولكن نعود إلى أول المراكز مراكز أول التحديات. يا سلام يا مشرف لا زال مسيطر لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي آل ثاني والمضمر حمد بن محمد السندوانة. ينطلق مشاهدي الأعزاء في أول المراكز 1200 يا سلام
مشرف مشاهدي الاعزاء ينطلق في اول المراكز، يعلن الانفراد عن بقيه المراكز، ولكن وصل في هذه اللحظه وصل شعار هجنه الشحانيه مع المركز الثاني، يقدم هذا الانطلاق الذيب بتواجد العملاق سلطان محمد بسالم الوهيبي، ولكن خلاص مشرف يقدم هذا الاداء المشرف، الشعار الرياني مسيطر مشاهدي الاعزاء، شعار سعادة الشيخ علي بن حمد بن علي الثاني والمضمر حمد بن محمد السندوانة، هنا مع مشرف مع الصدارة، شعار الرياني مسيطر في أول المراكز، يا سلام مسيطر دائما وابدا في سباقات الخيل وفي سباقات الهجنه العربيه الاصيله، يا سلام على المضامير وعلى جميع الميادين، هذا هو مشاهدينا الاعزاء مشرف ينطلق مع اجواء الكيلو المتر الاخير، اجواء المميزه، اجواء نتابع من خلالها مشرف العصف البطان بدون اي اوامر ولا تعليمات وايضا بدون اي منافس ومنازع على الاطلاق، هذا هو مشرف ينطلق مشاهدينا الاعزاء الى بر الامان الى الناموس المميز، نهني سعادة الشيخ علي بن حمد بن علي ال عبد الله الثاني والمضمر حمد بن محمد السندوانة المري متابعا لمشرف، هذا هو مشرف مشاهدي الاعزاء يصل الى خط النهاية الى الامتار الاخيرة، والسلام مباشرة من ميدان التحدي الى العزيزية، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي آل ثاني على فوز مشرف، على هذا الفوز المميز، سلام للعزيزية سلام، وسلام للوسيل سلام على هذا الأداء الجميل مع مشرف، هذا هو مشرف ينتزع ناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي آل ثاني، والثاني إلى المضمر حمد بن محمد السندوانة المري بدون أي منافس ومنازع على الإطلاق، نهني على هذا الفوز الجميل مع مشرف، إذا المشاهد الأعزاء المركز الثاني أتى فيها الذيب لهجنة الشحرية، المركز الثالث ملبي لهجنة الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بينما المركز الرابع ركن لسعادة الشيخ جوعان بن علي بن جاسم بن فهد الثاني، وخامسا أتى فيه مدراك لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، تهانينا وناموس مشاهدي الأعزاء لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي آل عبد الله الثاني، هذا الشعار دائما متفوق في سباقات الهجن وفي أيضا سباقات الخيل، يأتي مشرف ويصل إلى الأمتار الأخيرة بتوقيت وقدره 12 دقيقة 54 ثانية 7 أجزاء من الثاني، التهنئة للمضمر حمد بن محمد السندوانة المري من تابع في عملية التضمير، المركز الثاني حل في مشاهدي الأعزاء، وللمعلومية مشرف بدون أي منافس ومنازع على الإطلاق، صنع الفارق المستحيل وبدون أي أوامر ولا تعليمات، نهني على هذا الفوز الجميل، بينما المركز الثاني لحظات وصول الذيب محتل المركز الثاني لهجنة الشحانية والمضمر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، ننتظر مشاهدي الأعزاء توقيت الزمن للمركز الثاني 13 دقيقة 18 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لهجنة الشحانية، والتهنئة للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي، المركز الثالث أتى فيه ملبي وتوقيت ملبي 13 دقيقة و19 ثانية وخمس أجزاء من الثاني، تهانينا وناموس لهجنة الرياسة، والتهنئة إلى المضمر راشد بن مخيت بن علي بن مقارح المري.